صايرة صكة وعناد ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبرنامج تويتر. شو القصة من البداية وباختصار بالدقائق الجاية؟ يومين الرئيس الأمريكي وكعادته يغرد باستمرار في تويتر، تكلم في تغريدتين عن موضوع يخص التصويت الإلكتروني أو التصويت من خلال البريد الإلكتروني اللي هو مقترح في واحدة من الولايات، وتكلم إن هذا ممكن يكون مزور وبكل سهولة ممكن تزويره و و و و و و تويتر قام وحط تنبيه تحت هذه التغريدات، تغريدات الرئيس الأمريكي ها، طلعوا علامة تعجب وتحذير تحت تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإذا تبي تتحقق من هالمعلومات اضغط وتدش تشوف مقالات يعني تثبت ان كلام الرئيس الامريكي غلط، ولا بالعكس ما ممكن تزوير الانتخابات او ما في شيء يثبت انها ممكن تتزور الانتخابات. وطبعا بشكل هذا هم وصفوا او صنفوا تغريدات الرئيس الامريكي بانها تغريدات او معلومات مضللة. ترامب قوم الدنيا وقعدها واتهم تويتر بحجب حريات الناس، وان يحاول ان تويتر تحاول انها تلعب انتخابات 2020 مثل ما سوت ب 2016 مثل ما اتهمهم. والبيت الابيض اعلن في يوم الخميس اللي هو امس بان ترامب يوقع بعض الاجراءات التنفيذيه ضد شبكات التواصل الاجتماعي. وترامب شنو وجهه نظره؟ ان تويتر يعني منصة يعني المفروض ما لها حق انها تغير رأي او تتكلم عن رأي او تلغي تغريدات او تلغي حساب، واذا سوت هذا الشيء ممكن الناس تقاضيها. جاك دورسي مدير ومؤسس تطبيق تويتر رد بسلسلة تغريدات، تويتر مستمرة بسياساتها ولو غلطت تويتر راح تقدم اعتذارها. ومن بين كلامه قال ان لو كان في شخص مسؤول عن هذه الاجراءات فهو انا، وخلوا موظفيني ولا حد يتعرض موظفيني. الرئيس الامريكي دونالد ترامب واثناء توقيع بعض الاجراءات التنفيذيه على شبكات التواصل الاجتماعي رد على واحد من الصحفيين اللي قال له تسكر تويتر، قال اسكر تويتر. I think you shut it down as far as I'm concerned, but I'd have to go through a legal process to do that. How would you shut down an American? I don't know. I'd have to ask the lawyers. I'd have to go through a legal process. If it were legal, if it were able to be legally shut down, I would do it. I think I'd be hurting it very badly if we didn't use it anymore. I mean, we have other sites we could use, I guess. We'd have to develop other sites. كذلك رد على واحد من الصحفيين اللي سأله، صحفي يسأل يقول طالما أن عندك تحفظات على تويتر وقاعد تنتقدها، هل لك نية بتسكر حسابك وتزعل وتطلع برا تويتر؟ فرد ترامب قال لو أنكم نزيهين، يقصد القنوات الإخبارية والوكالات الإخبارية، لو أنكم نزيهين كان سكرت حسابي بتويتر، بس أنتوا أصلاً مو نزيهين مثل ما أنت عارف. Away from this platform you've been so critical of. Well, you know, if you weren't fake, I would not even think about it. I would do that in a heartbeat. I'm real, but the news is fake. سالفة ما انتهت هني. قبل شوي الرئيس الأمريكي نزل تغريدة يتكلم فيها في موضوع المظاهرات اللي قاعد تتم في ولاية مينيسوتا على خلفية الشرطة اللي تعامل بعنف مع صاحب البشرة السوداء ومات. هنا قاعد تتم مظاهرات وكذي. الرئيس الأمريكي نزل تغريدة، شو يقول فيها؟ يقول فيها أنه أرسل الجيش إلى الولاية، وأنه خاطب عمدة الولاية أو حاكم الولاية، وأنه يعني خلاص لازم يتعامل بحزم ولازم يتم السيطرة، وإذا بدأ النهب بدأ إطلاق النار. هذه تغريدته، وكتب آخر شيء شكرا لك. تويتر سوى مسح تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب هذه التغريدة تنتهك قواعد تويتر وتمجد العنف، ومع ذلك خلينا تغريدة موجودة يمكن يطلعون عليها الناس، وتضغط إذا تبي تسوي فيو وتشوف تغريدة الرئيس الأمريكي. ما تقدر تسوي لها ريتويت، ما تقدر ترد على التغريدة، ما تقدر تمسح التغريدة، بس تشوفها، وأصلا ما تقدر تشوفها، لازم تقرأ التحذير مال تويتر أن هذه التغريدة انتهكت القواعد وأنها تمجد العنف، بعدين تضغط فيو. كذي يكون فعلا تويتر حتى الآن قاعد يعني عاند ترامب وما قاعد ينصاع لترامب، علما أن هذه الإجراءات اللي قاعد يقوم فيها تويتر قاعد تكون بكثرة للناس العادية أو المستخدمين العاديين، وضع تنبيهات يعني تقصي حقائق أو إلغاء بعض التغريدات اللي تدل على العنف وغيره. ولكن هالمرة قاعد تعامل مع الرئيس الأمريكي، يعني مو حي الله واحد. هذه الأحداث أو الأكشن اللي صارت بين ترامب وتويتر حتى الآن، وما أدري شنو بيصير بعد شوي، الله أعلم. أخوكم محمد الحصينان، وتصبحون على خير.